صفاء في مستشفى الصفوة أصبحت في 12 من عمرها كانت ترعى المواشي في عصيفرة بمدينة تعز. صفاء من أسرة فقيرة ليس لهم مصدر دخل يذكر، إلا أن ميليشيا الانقلاب باشرتها برصاصة قناصة اخترقت ظهرها. أصبحت الطفلة صفاء اليوم مشلولة نصفيا، ولم يقرر الأطباء نتيجة حالتها بعد. قبل أيام من إصابة صفاء أصيب أخوها برصاصة قناصة أيضا أثناء قيامه برعي الأغنام قبل أن تقوم صفاء بالمهمة. كان قبل 3 أيام أخوي يرعي قبل ما تصوى به، وقناص أخته بعد ما جلس بالبيت قرر أن هي تخرج ترعي بداله. نفس الوقت فاجئ أبوي بنت قناصة. خرجت ترعي بعد الصفاء، جلست في المستشفى، أختي خرجت ترعي خلاص صوبوني. ليس الطفلان الشقيقان وحدهما من استهدفتهما قناصة الميليشيا من هذه الأسرة، فسبق وأن قنصت الميليشيا عمهما، وكذلك استشهد جدهما فورا عقب القنص، كما أصيب والد الطفلين برصاصة قناصة ألزمته الفراش لشهور عديدة. أسرة منكوبة استهدفت الميليشيا منهم 5 أفراد ولا يعرفون ما هو المصير الذي ينتظر الآخرين. أنا جي ما هنقل معه 8، أخته مع 4 أيتام زوجها قتل، أخو معه 6، أنا نجي نتبهدل، قنت بدي ما تاكل ما يكملوا، وأنا نجي يا أخي الخير الأمل. بعض الأسر نزحت من المناطق التي تتعرض لقناصة ميليشيا الحوثي والمخلوع، لكن هذه الأسرة معدمة ولا تمتلك تكاليف إيجار سكن جديد، وهو ما جعلهم ينتظرون مصير بقية أفراد أسرتهم المنكوبة في منزلهم الدائم.